صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك، اهلا وسهلا بكم. اذا انهى طلاب الشهادات الفنيه قسم التمريض يومهم الاول في الامتحانات الرسميه لهذا العام، يعني الاجواء الضغط الكثيره اللي كانت عم تحيط بالطلاب. رغم ذلك كانت وزاره التربيه مصره على اجراء هذه الامتحانات. اذا اليوم انهى الطلاب امتحاناتهم امام معهد في معهد عويضه الفني في منطقه الميناء، وتحديدا يعني في مدينه طرابلس. رح نتحدث شوي مع الطلاب لنشوف كيف كانت اجواء الامتحانات، كيف كانت المسابقات. مرحبا. خلصت امتحانك؟ خلصنا امتحان. كيف كانوا الجو والاسئله؟ الحمد لله الاسئله كانت هينه، الله يطول بعمر وزير التربيه، يعني جايبها قريبه على المنطقه يعني، وما في شيء صعب. من وين جاي انت لتعمل امتحان؟ انا جاي من الضنيه. من الضنيه، قد ايه دفعت؟ بنزين ولا تاكسي؟ بسيارتي مازوت. مازوت؟ ايه بس سوق سوداء. تنك كمان غلب 170 ألف تنك المازوت، سعر الدولة حق 56، سوق السوداء حق 170 ألف. بلاش يعني قصدك عم تتهكم انت انه غالي. كله سوق سوداء. قد ايه حيكلفك الامتحان لحتى تخلصه؟ الامتحان يعني انت بدك من فوق لهون اقل شيء تنك ونص. يعني نزلة طلع بدك 250 ألف مازوت. ان شاء الله تنجح يا رب باذن الله. بعودك الله فيهم. مرحبا. أهلا. كيف كانت الامتحانات؟ الامتحانات كانت زفت. اجتنا هلا عم بيقول لي هيني اجتنا لا ما كل المواد، اجتنا مسابقه المير انفا الطفل الحديث الولادي، ما عرفنا نحل شيء، كل الصف صار يبكي. في امراض ما معنا خبر ولا مثل هيدا لغيونه بالمنهاج اجى، هيدا ما معنا شيء بالمنهاج كمان اجى. يعني سأل تعي تفضلي استاذي كمان نفس القصه؟ اه كمان ايه جلد نفس الخبرية كمان بصعوبة الامتحانات كمان صعبة؟ ايه مزبوط. هلا هني نحن كتبنا فهم اكثر ما انه نحن كتبنا حفظ. في مادة جايبين اسئلة من المريخ، مسافرين على المريخ جايبين اسئلة وجايين لعنا، ما عرفنا حلينا شيء ابدا، حتى عربي فسرناهم عربي ما عرفنا حلينا. شو هي المادة اللي قلتي لي عنها؟ اسمها انفان. طبعا حديث الولادة. ما عرفنا نحل شيء. كنت حابكي ما بعرف شيء. عم تقلي هينو كله هين الا هيدي جايبه مدري منها. انا ما بنعرف عن هالكلمه، ما عرفت قريتها شو هي. ما انا مرقه معنا هذا الدرس اخدين كل شيء فيه، وهذا السؤال ما معنا اياه، هذا الدرس القيلوع الفموي شو عرفنا نحن فيه. يعني انا اذا بتاخذني على مستشفى ما بعرف حكي مريض، صار لي 3 سنين عم بدرس تمريض. ليه؟ ليه؟ لانه ما بتعرف شيء، عم تحفظ بس منك فهمان. كله خدناه اونلاين. مسابقه كيف بدنا نقدم مسابقه ونحن كنا على الاونلاين على الحق وباقوا انترنت معنا جايب لنا هيك اسئله، هالاسئله بدون فهم، نحن ما كنا بالصف اصلا. يعني انتم بكره حتخربوا بيوت العالم بس تخرجوا. يعني انا مبين هيك اكيد مبين هيك. نحن افشل تمريض جايين على الساحه. شو يعني خلص اكلناها نحن؟ ايه اكلتوها يعني الله يعينكم منا. انت كمان من جماعه اللي اكلناها؟ ايه اكيد اكلناها من هلا. اكلناها دار 16. بعد عندكم يوم ما هيك؟ بعد عندنا يوم اذا عملنا منيح بهيدا النهار ممكن ايه ننجح. عندنا ماده مهمه بنضرب ب 16. انا من ماده بنضرب ب 16 يعني اكلناها. هي علي علامه عاليه. هي بتنضرب ب 20 هم علي علامه عاليه. هي كثير عاليه وهيدي الماده مهمه، ماده الاساس التمريض. طب قد ايه عم تعينوا لتوصلوا على الامتحانات كمان؟ عم تعينوا كثير. اول شيء التاكسي غالي، نحن ما قدرتنا وعم ندفع يعني. انطرنا الصبح. وقديش انطرنا الصبح حتى لقينا تاكسي؟ انطرنا يعني انطرنا شيء نص ساعة لأنه بطل في تاكسيات يعني، لأنه والعجقة هيك لأنه ما في بنزين، كله بتلاقيه ناطر على الترمبة كرمال يجي دوره. من وين جايين أنتو؟ نحن جايين من القبة. من القبة عطر أخذ من رفيقتي 10,000 10,000 أخذ كل واحد من القبة عطر. كنا نجي قبل للتل يعني رجعتوا دفعتوا لهون كمان يعني أكيد. إيه هلا بدنا نرجع كمان ناخذ تاكسي ثاني. الله وكيلك فلسنا نحن تلاميذ، بدل ما يكون معنا مصروف خارجي فلسنا. نحن تلاميذ مهني يعني نحن ما عندنا كتب، يعني كل شيء انت بتصوره كورات، كل ورقه حقها 1000، عد انت بدك بكل ماده اكثر من 200 ورقه، واخر الشيء شو بتعمل؟ بتيجي ما بتعمل منيح بالامتحان. يعني شو عم تقول المعلمه؟ عم بتقلنا انه لانه شافتنا كيف عم نبكي وصرنا شوي نحاول بدنا نطلع ننقل ما خلوا. عم تطلع عكس السير المعلمه كمان. ايه عم بتقلنا انه هيدي معلمه عم تطلع عكس السير. هون اللي بيعلمونا نحن منا داسين، بس والله العظيم الكورات عدتهم 3 مرات. انا ورجيك علاماتي وحياه الله قد ايه بجيب. كم ساعه درستي؟ معنا يمين مشيلك عن اليوم بدك تخصمي لي اللي بتنتهي فيهم على التليفون وغيره، يعني اذا بتحسبيهم كم ساعه. انا حطيت معلمه لتعد لي كل شيء في على الاونلاين، يعني باليوم اذا ما درست كنت ادرس 6-7 ساعات. طب بقول لك شيء. وانت؟ انا ماني نايمه بالليل، جايه هلا بلا نوم.
كرمال هيدي الماده اللي ما اجى منها ولا السؤال من اللي انا درسته. يعني انت كم ساعه درستي؟ انا جيت عيون السمك وضليت دغرجين كفايه. انت كم ساعه؟ انا بالعيد ما رحت محل، شيلك على ايام غير العيد، بالعيد ما طلعنا محل بس كرمال نحن ندرس ونفرح حالنا واهلنا بعد هالتعب كله والحالات الاقتصاديه والازمات كل شيء نيجي بس ناجحين. هي طلعت الاولى اول سنه وقت كنا عم ناخذ حضوري، الاولى الثانيه الرابعه، يعني كيف كانت علامتنا وكيف لا؟ انتو نيرس تبع الصف يعني؟ نيرس يعني اولى تانية رابعة والتالت ما سبقني، بس هلا انا ما بعرف اصلا اذا بنجح او لا، ما حدا عارف شيء اصلا، ما حدا عارف بس نخرج ماشي يعني. خليني الشاب الوحيد بيني كان معدل على القانون ميني، كان مزين على الانترنت هيك نتفاجأ هلا بالمسابقة علي اربعة لا نزل معدل القانون. طيب قانون هذا يمكن شوي لان مادة يمكن هيني او مادة القانون. طيب لا نزلت على اربعة، نزلت اربع علامات بهذا السبب. طيب واجت الانفاق كتير كتير قرف، كتير قرف انضربنا. كيف عملت؟ انضربنا. ما بحكي ما عملتش. هو بيخدم لان بتصدق هالمسابقة كلها بس يعملوا ميزوت وبنزين للعالم تقدر توصل. هلا انت كنت مكيف انك عامل منيح بس شارق. ما هو الميزوت شو سودا انت عم بيقولوا لي هني كلهم هيدي المادة مش عاملين. لحظة بس هيدي قال انتو هني مش عاملين فيها منيح، انت قلت لي عامل فيها منيح، شو الفرق؟ جاوبا عن السؤال. ليك انا بجيب فوق المعدل بس انا غيري يمكن ما يقدر يجيب، انا قلبت عربي لا قدرت عملت فيها. وانا مدري قلبت عربي. لا ليك انا عن جد والله العظيم ماني عم اكذب. تعال لي هيدي الكلمة شو معناتها؟ انا عم بدي اقول لرفيقتي فسر لي اياها بالعربي، ما عرفت قرايتها. قال لي هيدي وين مرقة معناها؟ انا بجيب لك الكور كله، قال لي اذا هاي الكلمة مرقة. لا اعمل روشتة كمان. لا مني اعمل شيء انا. هيك من الدروس تليفون كان معي جوا. ما غشيت بالمره بيناتنا، ما حدا عم يسمع. ما في دروس اللي دروسي انا يا احنا ياخذينا 52 درس ما في شيء منه. هيكو طلع من وين جابوا الاسئله لك حبيبي؟ ما بعرف من وين جايب الاسئله. قالوا بالله بالورقه قالوا عليها والمساوئه معنا عليها بالدروس كلها. الماده تستاج اجت تقريبا 40% منها حافظينهم، 60% تقريبا ما مرق علينا، والمير انفون ثلاث ارباع الكور نحن منو عاطينا اياه الاساتذه. المير انفون اكيد الكل منا اخذينه، بس بدنا نشتغل على تقريب المعلومات للي حافظ. تحليل منطقي يعني. تحليل منطقي بس اما انه مارق علينا ككور منو مارق علينا. هذا الشيء بالطب وبالتمريض يعني لازم يكون موجود اصلا. ابدا موجود نحن بدنا عاملين براتيك النا ثلاث. اذا برجيك الكورات اللي معنا ولا سؤال جاي من الكور اللي معنا غير هيدا عشان ما اظلم وزير التربيه اللي حط المسابقات كثير هينه وشجعنا نيجي نقدم. شو قلت لي؟ هالمسابقه وهول دروس دروس كلها ما في دروس كلها ما في ولا درس منهم في موجود اربع وخمسه. هيدا انا معي كان هيدا اربع خمسه بس بين كله ما قالوا عليه ابو شيء بالمنهج ما في شيء ولا شيء. انت بتخبص انت بتشوف بعد عندكم انهار. هلا رح تدرسوا؟ صح أكيد. شو بدي ادرس لي 45 دواء؟ انا عم فضل انه عيد سنتي ولا ادرس ولا رح اقدم الثاني. ليش؟ لانه مبين مصيري من اولها. اذا اكثر مادي يعني اللي درستها وتعبت فيها ما حجيب منيح، يعني شو بدي كمل دراسة؟ بنطر لسوان بكرة بيجيب لي شي مرض ماني سامعة فيه؟ نحن اللي دارسين، أنا اللي دارسي كتير صرت أقرب على المنطقة. طب اللي ما تابع بالإنترنت وقطع الكهرباء شو هيدا التلميذ شو وضعه كان؟ كيف قدر اشتغل؟ هذا درس ليكو مسابقة كلها في مكسكور اسمه بالمسابقة كلها ليكو انت فاهم مصران الخلقي ما بين اصلا هذا واحد منهم كلهم. أي واحد؟ انت فاهم مصران الخلقي هذا هذا ما قالوا عليه يعني في دروس كانت ملغاة جابوا لكم منها 50 درس دارسينهم ولا سؤال منهم جاي ولا سؤال. راح تكفوا امتحانات هلا نهار قبل امتحان شو بدنا نعمل؟ بدنا نتوكل على ربنا انه يعمل امتحان لانه بهمنا امر الشهادات بس كرمال نقدم لجامعات لبرا. الصراحه نحن ما بدنا نكفي ونحن مبسوطين من الوزير. ما بدك إفادة؟ ما كان بدنا إفادة نحن لأنه تعبنا يعني وبدنا شيء يطلعنا لبرا. لأنه شو بدنا نعود نعمل هون؟ يعني نحن ما في مستقبل هون. طلعنا هيك لا لو خدنا إفادة أحسن لأنه هي ذات ساقطين ساقطين. والله العظيم سهرت الليل كليته امبارح ورب محمد درس درس منو طبيعي. صح جيت لهون فتحت الورقه اقسم بالله ما في شيء منهم. اقسم بالله العظيم ولا شيء منهم. لخصت وشلت وحطيت طلعت اشياء عن جوجل ولا شيء له علاقه فيهم. صح. والله العظيم اكثر شيء المير انفون مير انفون اكثر شيء. يعني نحن في عندنا ماده العلوم الاجتماعيه والقانون يعني التشريع الطبي، هدول المادتين احنا ما نشدين عليهم وضيعنا وقت باللي ما عملنا فيه منيح وبهدول عملنا احسن. ان شاء الله تعوضوا باليوم الاخير اللي باقي لكم. ان شاء الله تعوضوا. شدي همتك ان شاء الله بتعوضوا يعني ان شاء الله. اذا انكسرنا بهيدي بتنضرب اكثر شيء ب 20 يعني بتصير. جربوا شدوا همتكم بالامتحان باليوم الاخير. نحن شباب لبناني ما حنسلم. لو بدنا نستسلم كنا استسلمنا لكثير قبل، بس الله لا يسمح لي حط المسابقه.
شكرا لكم، بتمنى لكم التوفيق لكم كلكم سوا. ومشاهدينا الكرام، يعني بالفعل طلاب البيت تروى بقسم التمريض عم بيعينوا بشكل كتير كبير، وايضا عم بينقوا من خبريه الامتحانات صعوبتها ببعض المواد وبعض الاسئله، وايضا في دروس ملغات مثل ما عم بيقولوا كمان جابوا لنا اسئله منها. بطبيعه الحال يعني لا يختلف وضع الطلاب عن باقي المواطنين اللبنانيين بما يخص المواصلات والكهرباء والانترنت وغيرها من الامور اللي بتستدعي ان نحضره قبل الامتحان. شكرا للزميل مهدي فتاح على نقل هذه الصوره، وبالطبع يعني بنتمنى لهم كل التوفيق لكل طلاب لبنان بالنجاح والتوفيق الدائم، على وعسى انه يحمل المستقبل القريب او البعيد اي خير لهيدا الجيل يلي فعلا عانى الامرين من كل الازمات يلي عم تتعاقب على لبنان. شكرا للزميل مهدي فتاح مجددا على نقل الصوره، الشكر موصول لكم لحسن المتابعه، الى اللقاء.